السلام عليكم بنات الخير، اليوم في المحمدية فضاء 5 أكتوبر. تبارك الله، واحد الفضاء رائع خاص برجال التعليم، خاص بالناس النساء ديال التعليم. والله يسخر اليوم إن شاء الله دايرين واحد المعرض رائع من تنظيم صقلي. صقلي اليوم دار لكم دي شابيتو ما شاء الله وتبارك الله عليهم. والله يسخر اليوم معنا شحال من عارضة؟ تقريبا 30 عريضه. 30 عريضه تبارك الله في المستوى، وما شاء الله بوتيك هند تبارك الله عليك. الله يسهل عليك يا ربي. تبارك الله على بوتيك هند، لينا الشرف الناس المحمديه يكونوا معانا. انا جيت دابا حتى الليل. انتم عبد الواحد زاكوره، الناس زاكوره تبارك الله عليك. جبتي السلعه؟ جبتي القلوعه وداكشي زوين؟ خويا تبارك الله على خويا، جايب سلعه واعره المحمديه ضروري. جبتي كيل كاين لو شوا تبارك الله. الله يسهل عليك تبارك الله. إيبونس اللي داير باك ديال منى التاويل، هذا الشركه اللي معروفه تبارك الله اللي سميتها إيبونس، شركه معروفه بالرجيلات، تتعتني بقدميك اولا. وداك الشيء الفن عند إيبونس ديال الشامبينيون، ديال البودر، ديال المحكات الرجلين، هادو تبارك الله شركه كبيره تتصدر حتى لخارج المغرب، سميتهم إيبلا على كريب. الناس اللي باغيين الكوفخ ولا شنو تيقولوا له الكريب، تبارك الله عليكم ما شاء الله عليكم. الله يسخر الله يعطيك الخير تبارك الله عليكم. فين عندكم المحل؟ عندنا المحل دار شلل تبارك الله عليكم وما شاء الله. أنفاس مع إكرام دور ما شاء الله عليكم. ها انتوما كريب بنوتيلا، هاي الشوكولا ونوتيلا محطوطه، وها هو خدام بها تبارك الله عليه. كاينين دي كوفر، كاين اي حاجه بغيتوا لوليداتكم، الحلو والمالح. اللي بغى ياخذ كافي ويجلس هنايا، هاي راه تبارك الله المساحه كبيره ما شاء الله. والله يسخر يا رب العالمين. ها هما، ها انتوما، هاي لجميع المناسبات. ها هو التليفون ديالهم تبارك الله عليكم. الله يسخر لكم ها الانستغرام، ها انتوما، ها هو. الله يسخر لكم احسن كريب. وتبارك الله كاينين حتى المثلجات، كاين لي كلاص، ها هما الانواع ديالو اللي بغى يهضم يجي عندهم. ها انتوما بحال هكا لوليداتكم الا بغيتو، مرحبا بكم تبارك الله على الشباب. الله يحفظكم ما شاء الله عليكم، نورتونا ما شاء الله عليهم. ها هما الشباب تبارك الله، ونقى نقى نقى من داك الشرفي ما شاء الله على مساحه. وشوفوا تبارك الله على معارض رائع. دخلوا نبداو ان شاء الله بالناس ديال التعاونيات، وندوزكم الاحسن ما كاين في البلدي وارفع ما كاين. وكملوا لي لا فيديو، عندي جوج اجزاء، الجزء الاول تعاونيات وجوج ليلبات ديال 250 و300، والجزء الثاني غنوريكم شي حاجه واعره ديال المغربيات، ديال بنات بلادكم اللي تيقوروها بالحلال. الله يسخر وبسم الله توكلنا على الله. ها هو تبارك الله على المعرض، بادي من هنا ولكن معرض كبير ما شاء الله. شوفوا لي املو، شوفوا لي تبارك الله الماشين ديال املو والناس ديال بني ملال ما شاء الله. عروش النحل راه جاي من مكناس، هادو بني ملال صالبيو تبارك الله عليكم الناس ديال بني ملال. هنا تفتشت، هادو ما شاء الله موغادو اورغانيك تبارك الله على موغادو اورغانيك. شوفوا انا شافره اليوم هذا اليازير، هذا زوين تيساعد على دوك الفراغات اللي كاينين في الشعر، شي حاجه اللي واعره. غنخليكم من المقطرات ولكن غادي نوريكم واحد الحاجه معروفين بها الناس ديال موغادو، وها هي ماشي ايزو، هذه لونصه تبارك الله، لونصه ديال العسل وديال المقطرات. ديال المقطرات ديال جميع الزيوت، هذه سيرتيفيكا ديال جميع الزيوت. اييه اللي طبيعيه اللي كنزرعوا عندنا المنطقه ديال اركان، حيت عندنا عندنا الفيرما ديالنا تفتاش وي اللي فيها اركان طبيعي الحمد لله اللي كينوض ديال الله سبحانه وتعالى، وعندنا لاكام ديالو كامله من الزيوت. اييه وما شاء الله عليكم. كنديروا الصابون ديالو، كنديروا لو شامبوان، كنديروا كاع لاكريم. اييه لاكريم ديال اليدين، لاكريم ديال لو كور. وتبارك الله هادو تفتاش ما شاء الله عليهم. هادو اقليم تفتاش اللي تابع للتصويره، تابع للتصويره. بالنسبه للعسل ديال النافع، العسل ديال النافع هذا راه ان شاء الله غادي يشاركوا في المعرض الدولي ديال مكناس. المعرض الدولي ديال مكناس راه كاينه المشاركه ديال الناس ديال موغادوغ، وها هي المشاركه دابا معانا في المحمديه. هذا عسل النافع اللي تعرفوا فيه بزاف، لا من ناحيه ديال الجوده ديالو، لا من ناحيه ديال اللي انه مزروع عندكم في المنطقه ديالكم تبارك الله. شحال من هكتار؟ فيديوهات ديال الزريعه ديالو كيفاش كنزرعوه، ديال النحل كيفاش كن. هذه هي الوقيته ديالو دابا. دابا كاين نورمال دابا النحل كنرعاه عليه تبارك الله، وغادي نديروا ان شاء الله فيديوهات كيفاش كنستخرجوا العسل ديالو، كيفاش كنديروا. الله يسخر يا ربي. سيركوي كامل تابعوا
في موغادور اورغانيك تابعوا ليهم دايرين حتى لي باك ديال لي باك ديال 270 العسل ديال الليمون العسل ديال الاعشاب والعسل ديال لوكاليبتوس دايرين 3 كيلو 270 درهم 3 كيلو 270 درهم عسل الليمون زوين طبيعي وغزال ديال الاعشاب وديال الكاليبتوس والنافع ان شاء الله راه داير الثمن مخير بشحال هادي هذه البنات راه كانت ب 80 دابا 60 درهم 60 درهم علاش بغينا في عيد الفطر نحطوا دوك البغرير ونحطوا داك سميتو ونديروا شي عسل اللي ذو جوده عاليه هذا راه واعر لا للنفخ ديال الكرش لا للناس اللي عندهم انتفاخ ديال المصران لا للناس اللي عندهم المعده ولا جرثومه المعده لا للناس اللي عندهم الحلق بالنسبه لموغادور اورغانيك من غير العسل هذا الصابون معروفين به صابون لاباس الارغان الصابون ديال الارغان وكاين الصابون ديال اللبان وكاين الصابون ديال الهنديه هذا شي حاجه واعره عندنا لاكام ديال كلشي بحال مثلا الهنديه عندنا الزيت ديال الهنديه عندنا لاكريم وعندنا الماسك هذا اونتي اج تيجبد الوجهيه تبارك الله هذا شي حاجه اللي اونتي اج ديال التجاعي ملي كيبداو العيالات من 30 عام الفوق كيحمل احسن يستعملوه كيبروتيجيو راسهم كيحميو راسهم باش هذاك التجاعيد كينقصوا ليهم هذا ديال لوبان الدكار وهذا ديال لوبان الدكار هذا ديال لي سيغ وهذا ديال ليطاش وهذا ديال لاكريم الناس اللي عندهم دوك الانتفاخات تحت من العين سموريه تحت من العين راه شي حاجه اللي رائعه وزوينه كاين مورد الخدود كاين زيت الجنجله اللي تطول الشعر بواحد الطريقه رهيبه وبالنسبه للونصه ديال الزيوت ديال الزيوت ديال جميع الزيوت تبارك الله عليكم متخصصين في الزيوت هذاك البلاش وفي حمايه حتى من الاس بي اف بالنسبه للبابونج المقطر الخزامه المقطر البابونج هذا راه بحال شي جيل نيتوايون شي حاجه غزاله ديال القرنفل الناس اللي عندهم رائحه الفم عندهم سنين تيضروا مع القرنفل الواعر الشيح الشيح راه جيل انتيم المطلوب كيف تنقولوا شي حاجه واعره مرحبا بكم صابون البلدي نيله وتبارك الله لي غوماج ومرحبا بكم ذوقوا العسل عاد خذوه ذوقوا عسل الليمون بحال عامل الليمون 100 درهم الا كان ياخذ كيلو ولكن الا خدا في الباك 270 درهم بروموسيو ديال الناس تفتش ديال موغادور اورغانيز اللي جايين عندنا من الصويره وغادي يمثلوا ديال صالبيو تبارك الله على صالبيو ما شاء الله بالنسبه لصالبيو البنات ها هي راه تنبين لكم ديما الارقام وديما كل شيء هادو الناس ديال اللي غادي نقول لكم عليهم ما شاء الله عليهم معروفين باملوا املوا باش اخويا بالعسل ديال العسل ديال الليمون هو تيطحن حداك حداك تبارك الله وهو عسل ديال الليمون تبارك الله عليك الله يسخر لك يا ربي هو عسل الليمون اللوز وارغان اللوز وزيت ارغان طبيعي والعسل ديال البرتقال ما شاء الله اييه تبارك الله عليكم ما شاء الله عندهم خل ديال التفاح اللي تيبان رائع وشي حاجه اللي زوينه كاين تبارك الله العسل ديال البرتقال بشحال دايرين له؟ مناسبه ان شاء الله بالنسبه للورد ها هو الورد كاين الصقله والتبريمه الملكيه وكاين تبارك الله زيت ارغان ها هما ما شاء الله تتبيعوها تخلط بها وتبيعوها فين هي الكوزميتيك ها هي تبارك الله عليكم على الامبالاج غزال كوزميتيك الناس اللي عندهم بوشويكه لوليداتهم راه ايفيكاس ديال بصح راه شي حاجه غزاله صالبيو زعفران حر حبوب اللقاح زعفران الحر بروبوليس شنو هو بودره العكبر اها تطليق بحال هكا ايات تيتخاد مع العسل الناس اللي عندهم بحال هكا اللي وصل بهم المرض الخايب الله يشافيكم الله يكون معكم يا ربي مرض السرطان راه ربي سبحانه وتعالى تيشافي وتيبتلي الحمد لله الابتلاء راه المؤمن مبتلى ها هي دير شي وصفات طبيعيه وما عرفتي راه ربي سبحانه وتعالى هو الشافي ولكن تتكون الحكمه في شي حاجه بسيطه العكبر تيقوي المناعه تيصفي الذات من السموم والله يسخر وماشي بالضروره انك تكون مريض راه الناس اللي تيبغيو التصفيه ديال الجسم تياخذوه هو البروبوليس بالنسبه لحبوب اللقاح تتقوي المناعه مزيان المناعه وتتعزز ديك الصحه ديال الكبد وتتقوي الجهاز المناعي مرحبا بكم البنات بالنسبه لهنايا تبارك الله على الفتنه اليوم عاد قولي لينا على صالبيو هنايا هاد لابارتي شنو فيها عندنا لي برودوي كوزميتيك عندنا لي صابون اييه ديال الالويفيرا عندنا ديال الشاي وشجره الشاي أيه. عندنا ديال الزعفران عندنا كريم ديال اليدين اييه بشحال صابون بشحال صابون ديال الزعفران هذا زوين واعر هذا هذا ديال 20 درهم عندكم عندنا لي كيس عندنا شامبوان عندنا لي ديميلون
الصابون المغربي صابون البلدي. صابون البلدي عندنا لي غوماج. اييه عندنا لي زبيل. عندنا مقطر الزهر ومقطر الورد. مقطر الزهر والورد. وكاين الطين. الطين انا تيحمقني ديال الطين ديال بني ملال. الطين ديال الابيض، الطين الاحمر والطين الاخضر. بشحال الطين؟ 20 درهم. تيصفي الوجه زوين زوين طبيعي. تيصفي الوجه، تديري معلقه منه شويه د الماء، خليه يبات حتى الصباح، وهزي داك العجين اللي غادي يكون وديريه لوجهك. الماء راه نورمالمون تيشربوه، بلا ما تشربوه ديرو غير الوجه، غزال ورائع. كاين الطين الاسود ها هو، وجميع انواع الطين. تبارك الله على الناس تصالبي، والله يحفظكم. زكريا شكرا على الانستغرام، الله يسخر لك كازامي ديال اللي معنا اليوم، واحسن املو ديال الليمون عند صالبيو. تبارك الله على الشباب. وهانتوما غنجيو نيشان هنايا، وهي بالشفاء لسيدنا الله ينصرو يا ربي. وتبارك الله على وزارة ديال التعليم اللي ما شاء الله مديره واحد ليسباس كبير للرجال ونساء التعليم. تبارك الله على المدير المسؤول على هاد القاعه هذه وعلى هاد الاسباس الكبير اللي تنقولوا ليه لينا الشرف نكونوا حاضرين معاكم من مكناس، حاضرين معاكم تعاونيه ديال عروش النحل، حاضرين معاكم الناس ديال صالبيو جايين من بني ملال، تعاونيه مدعمه من طرف وزاره ديال فلاحة. تبارك الله. وهادو تبارك الله هادو كاملين غادي يكونوا في المعرض الدولي اللي تنتشرفوا فيه ببلادنا، يكون المعرض الدولي في مكناس. ناس مكناس ضروري تكونوا حاضرين في المعرض الدولي ان شاء الله يا ربي. انا بغيت نتمنى انني نلقى شي نهار ونمشي للمعرض الدولي ونوريكم الناس اللي تيحطوا مع سقلي اكسبو حاضرين. راه الناس عايزين من الصويره وحاضرين ان شاء الله في المعرض الدولي. الناس ديال موغادو والله يسخر يا ربي. تبارك الله عسل جبلي، هذا جبل اروكو، كلشي ولا حظها تبارك الله. منطقه اروكو هذا بين الجبل وبين الغابه. هي هذه واحد التنوع ديال الاعشاب هذه العسل هذه تبارك الله طبيعيه، فيها الزعتر بحال النيسلي. تبارك الله تبارك الله. ما طاح بلا ما نهضروا على ما شاء الله. ما شاء الله على عروش النحل، وهي خير البلاد. ها هو داز في واحد البرنامج في دوزيم اللي ما شاء الله دار فيه واحد الضجه كبيره على فينا هي، فينا هو ذاك الخلطه ديال التركيبه الرباعيه. ها هي ما شاء الله هذه التركيبه الرباعيه كانت دارت ضجه وتختار من خلالها في هذا البرنامج هذا، باش داهم لذاك الجبل ديال اروكو باش بين لهم كيفاش تياخذوا ذاك العسل، كيفاش تيرعى ذاك النحل في هذاك في هذيك المنطقه. هذه تركيبه رباعيه اللي رائعه، هي وقايه وعلاج تقويه المناعه، مضاد حيوي وعلاج القولون العصبي. هذا بومزوي، الناس اللي تتعاني بومزوي. وتبارك الله على التعاونيات اللي ما شاء الله عليهم. بالنسبه لهذا هذا اختي واحد حبوب لقاح، هذا حبوب لقاح محلي منتوج ديال التعاونيه، ماشي مستورد ما حتى حاجه ما شاء الله عليكم. تبارك الله هذا ديال الحل ديالنا. وتنتمنى الناس اللي غادي يكونوا في المعرض الدولي، المعرض الدولي اجيو عند هاد الناس هادو ديالنا، اجيو عند هاد الناس اللي انهم هادو راه تبارك الله مقننين. فين هي الرخصه ديالكم؟ كاينه؟ لا ما كاين، حيت هذا معرض فرع تليفون ديتيها. المهم راه مرخص عندكم لونسا وعندكم ايزو. ضروري حتى في القراعي الا لاحظتيها لونسا بالكود ديالها. هاي لونسا بالكود ديالها، ما تخافوا حتى حاجه. العسل ديال جبلي احسن انواع العسل اللي ضقت شي حاجه ديال كراميل زويونه تخدموا بها في الحلوه، تخدموا فيها. ما ديروش العسل ديال السكر والماء البنات، حافظوا على صحتنا. نديروا حاجه بسيطه، ندير غير نص كيلو ونديروا زوين، ولا ندير كيلو ونديروا بمواد ماشي هي هذيك. وكاين اختي بالاضافه الاملو. املو عافاك عافاك، هذا دار ضجه في مكناس وما لقيتش كيفاش نصوره. شنو هو هذا؟ هذا اختي املو بالزريعه ديال القرعه. زريعه اليقطين، القرعه، زريعه القرعه. كي تيجي اخويا تذوقني. تبارك الله مذاق رائع. مذاق زوين تبارك الله، معتي دار ضجه، كلشي شراه من عنده. مين مشيت انا ناخذ لقيته ساله. هذا زريعه ديال القرعه، واش اخر؟ وكاين عاوتاني. لا شنو مخلط فيه؟ زريعه القرعه والعسل. زريعه القرعه والعسل وزيت ارغان. زيت ارغان وزريعه القرعه والعسل. وكاين نوع اخر وهو اللوز وزيت ارغان والعسل. ولكن اين عسل نتوما دايرين؟ دابا تنديروا العسل ديال الكاليبتوس. ها هو هنا صالبي وبني ملال دايرين عسل الليمون، هنا دايرين عسل الكاليبتوس باش تعرفوا التنوع. وهنا هذا بشحال الثمن؟ هذا الثمن ديالو هذا نص كيلو ديال اللوز. تبارك الله، هذا اللوز وزيت ارغان والعسل ديال الكاليبتوس. بشحال هذه؟ هذه دايره 40 درهم. 40 درهم، هذه خويا بشحال الثمن؟ هذه 100 درهم نص كيلو. 100 درهم. بغيتكم تذوقوا زريعه القرعه. علاش تطليق زريعه القرعه داروا ضجه عليها؟ هذه هذه اللي تطليق
الحاجه اللي ضروري هي الناس الرجال اللي تعانيهم البروستات بعدا معروفه من البروستات. تبارك الله عليك. هادو بالنسبه للرجال والله يسخر يا ربي. ها هي راه كاين كلشي هنا المعلومات اللي من تصلاح والفوائد ديالها. ها هي كلشي المعلومات هنايا. ها هي يخفض خطر الاصابه بالسرطان، ينظم مستوى السكر في الدم، وهذا الشيء راه ما تيتكتب حتى تتكون لونصه حاضره. وتبارك الله على عروش النحل الله يسخر لهم يا ربي، جايين من مكناس تعاونيه شادين الطريق، جايين تيفطروا عي في الزنقه باش يحطوا معرض زويون وباش يكونوا في المستوى. تبارك الله اجيو لهنا بني ملال مكناس، وكاين تبارك الله تفتشت اللي جايين من الصويره تبارك الله على حليمه. الله يسخر لكم يا ربي والله يحفظكم، وما شاء الله هاي في القمه ان شاء الله، هي من دوزيم ان شاء الله غادي يحطوا هادو كاملين ان شاء الله في المعرض الدولي، والله يسخر لينا يا رب العالمين. عندها ما شاء الله ماستر في الاقتصاد، لينا الشرف انها تكون معنا فاتي مسك. هاد السيده اللي ما شاء الله عليها مشات للسعوديه بدبلوماتها، وكانت تما وتزوجات تما واسست واحد المحل كبير تما كله ديال العود، كله تبارك الله اللي بغى ارفع انواع العود هاي فاتي مسك معروفه. المحل ديال فين كاين؟ بن عمر، بن عمر في المعارف، المعارف بن عمر، والتوصيل هو التليفون لجميع المدن. واليوم لاول مره معنا فاطمه خومو زوينين ان شاء الله، سير الله يكبر بيك. هذا 75 درهم ديالاش؟ هذا مسقى العود، هذا تبارك الله واحد العود مسقي شي حاجه اللي غزاله ب 70 درهم. شوفي ريحته باقا عاد هزيتها، ريحته غزاله. 75 درهم، هذا 100 درهم. الناس اللي قالوا لنا ان كان كيجيهم العود عندنا غالي شويه، أيه؟ قلنا لهم المعمول الملكي يعني خففناه وضبنا لهم هذا 130 درهم المعمول. هذا المعمول خطير، ضبنا لهم 100 درهم المبسوس، 100 درهم هذا المعمول بشحال؟ 130 درهم، ولكن راه رائع وراه تيدي لك بزاف. شتي 100 غرام تدي لك بزاف، ممكن تحلي لنا يعطيك الجديد عندنا درنا حتى الصرغينة. ها هي صرغينه تبارك الله عليها، وما شاء الله كنت شوفوا محلها كي داير، محل رائع. شوفوا صرغينه مسقيه وريحتها والله الا رائع. انا بعدا تنصور لكم والله ما واخده من عندهم حاجه، ولكن واخده ديما واخده الجوده، واخده واحد الثقه اللي غادي تجي وتاخذوا شي حاجه وتقولوا لي شكرا منى. شوفوا شوفوا المعمول ريحته واعره الله. ويلي ريحته غزاله، شموا وخذوا ريحه طيبه، راه الروائح الطيبه زويونه ياك اخويا. الرسول عليه الصلاه والسلام وعزيز عليه الريحه الطيبه في البيت. عارفه منى المسك عندنا حنا المعروف غنيه عن التعريف. ام الناس ما جبتيهاش اختي؟ اه ضروري تاخذوا ام الناس، ام الناس تذهب الباس تيقولوها بزاف. ام الناس زوينه، شوفوا تتاخذوا بالاسباب وربي سبحانه وتعالى هو الشافي. ديما الحاجه اللي ما زويناش في الدار تنداويوها بريحه طيبه وبالقران الكريم. هذا هذا ريحته رائعه، تنديرو في الكواش، تنديرو في المانطات، تنديرو في ليزور. انا تنقطعو على اربعه دي مورسو وتنديرهم في الاورغانزا وتنديرهم. ديودوغو ناتيغيل، ستيك ديال العرق. هذه روايحه فنين، روايحه فنين فخامه. تتعجبني هذه، هذه شمو هذه فنه شوق. هذه جديده اصاله، انا تعجبوني اسماءكم زوينه. هي اللي هنايا في يدي الله يعطيك الخير. شوفوا ريحتها فنه، بشحال دايره الروايح دابا؟ يا الله مرحبا بكم البنات. بالنسبه للمعمول الملكي كاين في جميع الاحجام، صرغينه غزاله، صرغينه ملكيه مسقيه واعره. هنا شنو هنايا؟ هذه هذا داك الزيت اللي كنديرو ديال المسك. اييه شعر الجسم. لا هي سيروم، سيروم للشعر الجسم، وسيروم سميتو عشق. شي حاجه زوينه، ريحته واعره. شوفي ها هو، شوفوا ريحته زوينه البنات، ريحته رائعه تبارك الله. والبنات عيعطاتو لي وانا ندهنو، ريحته زوينه وما تيبقاش ميدم في اليد. سيروم رائع تيرطب تبارك الله، كلشي ديال السعوديه، كلشي ما شاء الله عليها. تجيبو من السعوديه المخاور، ها هما المخاور ديال واحد السيده سميتها بيلا روزا، كاينه معاها تبارك الله تتمشي للامارات تجيب السلعه. هي راه كاينه حتى هي في المعارف الطابق الاول في بن عمر حدا فاطيميسك، حدا فاطيميسك. وانتم شوف شحال المخاور بيلا روزا، مخاور 300 درهم، 300 درهم جميع الالوان. ها هما 300 درهم عند بيلا روزا. ها هي جبدي لي عافاك هاد العبايات، العبايات شحال ثمن العبايات؟ 300 درهم العبايه فنين. وشنو دايره 300؟ صول 300؟ شوفوا تبارك الله صولت 300 شنو هو؟ لا الكيمونو جلال تبارك الله يعني. عافاك هذيك، هذيك الكرونه ديال الثليجه
رائعة. هاي الثلجة تبارك الله شوفوا لي 300 درهم فن هذا؟ اه 300 هذا 300 والله إلا غزال صلع نبيع عليك. ها انتوما وريني عفاك هذاك اللون. ها انتوما ما شاء الله شوف شوفوا تبارك الله شوفوا على كيمونو زوين ما شاء الله عليك والله إلا سلعة فنة 300 درهم. هي من بيلا روزا اللي حاطة لينا هاد العباية الفنين تبارك الله وجليبات ديال 250 هذه 300 فنة. غادي نجيو إن شاء الله وتشوفوا معايا السلعة ديالها الفن. هاي معرض رائع معرض غزال إن شاء الله كيدو جليبات. ها هما بتليجة تهما ها هما تليجة شوفوا كيف دايرين بشحال جليبات 300 درهم تبارك الله عليك. حتى العباية اللي هنايا غزالين شوفوا تبارك الله ها هما جليبات 300 درهم. شوفوا قفيطنات بشحال هاد القفيطين؟ شوفوا ما شاء الله شوفوا القفاطم ها هي 300 درهم. شوفوا القفاطم جبدي لي عبايه شوفي عبايه يعطيك السر. شوفوا تبارك الله شوفوا القفاطم ب 300 درهم شوفوا ما شاء الله القفاطم. انا بغيت نوريكم العبايات ديالها هي تتمشي حتى الامارات وتتخلط سلعه المغرب سلعه الامارات ما شاء الله على بيلا روزا. بيلا روزا تبارك الله عليها ها هي شوفوا لي بيلا روزا ها هي 300 درهم. شوفوا ما شاء الله ها هي جليبات ديال العيد 300 درهم جليبات العيد البيلا روزا هاهما شوفوا 300 درهم هذه 300 بالتحتاني ديالها قفطان حيدي جلابه وقف هاكاك شوفوا شوفوا شوف انا حمقاتني هاد الفيغ هادي ملكيه زوينه وعجبتني حتى هاد النواغ هادي معتي زوينه بزاف ها هي فيها تليجه وريهم هاديك هزي الفوق ها نتوما شوف شوفوا العبايات شوفوا العبايات شوفوا لي ديطاي اللي في العبايات شوفوا لي شوف ها هي عبايات فنين كلوش ها هما ثمنهم زوين شوفوا لي الالوان هادشي الجديد اختي يلا جات من الامارات جابت لينا الجديد دابا شوفوا شوفوا هذه فنه شوفوا ها عرفتيني شنو تنبغي هذه غزاله الاضاءه ما مساعداش اما بيلا روزا عندها داكشي فن هنا 250 شوفوا لي قفاطن 250 درهم شوفوا قفطان 250 درهم قفاطن 250 شوفوا تبارك الله شوفوا ما شاء الله قفيطنات 250 زوين والله الا زوين شوفوا تبارك الله شوفوا قفيطنات 250 درهم شوفوا لي قفيطنات 250 درهم شوفوا لي جليلبات 250 شوفوا لي جلالب 250 ها نتوما بيلا روزا هيا كاين لو شوا كاين تبارك الله بزاف ما وريتكمش ولكن اللي بغيت نقول لكم دخلوا نيشان نيشان ان شاء الله دخلوا نيشان هنايا فاتي مسك احسن اجود انواع العطور والعود على حسابي الفن هادي هاهي بيلا روزا اللي عندها القفاطن والفن تبارك الله والمخاوير هاهي 300 250 والاثمنه فنه تبارك الله انا عجبوني القفاطن البنات شوفوا القفاطن شوف شوفوا القفاطن وبتويب داك جوهره جا زويني بوتيك هين تبارك الله على بوتيك هين ما شاء الله عليك شوفوا لي شوفوا لي لي كيمونو فين هي هند ما جاتش ما شاء الله على زينب زينب اللي مع هند بوتيك هند عندكم البوتيك هنا في المحمديه الله يسهل عليك شوفوا تبارك الله هذا واو واو فنين ربي هادو منين خديتوهم هادو شي حاجه ديال تركيا شي حاجه فنه تبارك الله شوفوا لي شكيلات مهم عجبوني ما شاء الله بشويه هند بشويه هانتوما بشويه نوريهم هاد الموديلات الفنين وعلى موديلات غزالين حكيمه اجي 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 الموديلات كاينين راقيين ما شاء الله شوفي تبارك الله شوف شوفي 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 ما شاء الله على موديلات شوفي على دي كيمونو وبلولا تو بلولا هام شوفوا لي شوفوا لي شوفوا لي التوب لولا تبارك الله هذا بوتيك هند هذه جات معنا من المحمديه عندها المحل فين عندك المحل الدخله ديال اللويزيه قدام ستاسيون توتال ها هي دخلت اللويزيه قدام ستاسيون توتال بشحال دايره لهادو لي كيمونو هادو دايره لهم 350 هادو 350 فنين وتوب لولا توب لولا تبارك الله وها نتوما شوفوا لي التوب لولا انا سطوني هادو بغيت نبقى نقلب فيهم شوفوا ما شاء الله شوف تيجيو ما شاء الله فنين ورائعين ورينا القفيطين هادو قنيضرات قفاطم قنيضرات العيد ها واحد اللون واعر هذا تبارك الله غزال اهوما ورينا انا هادي انا نشريها انا الاولى بشحال هادي هادي دايره 250 هادي ميت الاولى اللي وريتينا الاولى
250 درهم والله الا فنه. شوفوا 250 درهم، شوفوا قنيضرات فني لولا توب لولا 250 درهم. مرحبا بكم، ما شاء الله بشحال القفيطنات. 280 درهم ها نتوما الفن تبارك الله. شوفوا لي قفيطنات 280، بوتيك هند المحمديه اللي داير ضجه في المحمديه اليوم معنا بوتيك هند تبارك الله. شوفوا لي بشحال هذا، هذا غزال، هذا داير كيبقى 350 درهم، 350 درهم. وهذه هذا 250 والله الا زويون. شوفوا على خديمه فيه شحال زويونه ما شاء الله. يا بوتيك هند جاب تحت هادو هكا دو بياس ياك، ورينا هادو ها نتوما شوف ها هما اللوينات ديالهم، ها هما اللوينات هكذاك، ها هما هادو دو بياس. اها ها هما اييه، شوف خديمه زويونه. هذاك البيض البيض شوفوا البيض تيعجبني، تنعشق هذا البيض والغوص زويون زويون. شوف كاين الالوان ما شاء الله، ها نتوما كاين الالوان، اثمنه زويونين عند هاد البنت هادي. هادي فنه، الاثمنه زويونين، كاين بلا عقيق كاين بلا عقيق كاين تبارك الله لو شوا. هادي زوينين، هادي زوينه حتى هي. شوفوا كيف دايره ها نتوما، هادي بحال هكذا وجوج جنيبات من هنا. شوفوا لي هادي، هادي زويونه ها نتوما. شوف ها هي، شوفوا لي هادي حتى هي زويونه، هاد الطريزه منها فيه تتجي غزاله. هيا خديمتها زويونه اييه، هاي شوفوا تبارك الله هادي فنه. هاد النواغ، هاد النواغ زوينه، هاد النواغ زويونه عجبتني. هادي زوينه حتى هي، هادي مادبه وزويونه طريزه خفيفه ها هي. شوف تبارك الله بوتيك هند جاب الجديد وجاب الفن، تبارك الله على بوتيك هند ما شاء الله. شوفوا الزرق بوتيك هند اللي كاين في اللويزيه، الدخله ديال اللويزيه ما شاء الله. هنايا غادي تشوفوا معنا هادو بشحال دايرين هين، 250 درهم ان شاء الله، دايره شويه هكا وشويه هكا، الله يسخر ليها يا ربي. 250 درهم ها نتوما شوفوا هادو عجبوني الكحلين. اها ها نتوما هذا راه فيه الالوان، شوفوا كيف داير، ها هو فيه الالوان جبتي ديال البنيات الصغار. كاينين تعجبني هذا زوين كله بحال هكا بالراندا، غدا غادي يوصلوني البنيات الصغار ديال البنيات الصغار. هذه زوينه، هذه زوينه، هذه زوينه، هذه 250 ها هما فنين. الله يسهل عليك تبارك الله على بوتيك هند، شكرا لك. جات سعد اوفيسيال تبارك الله على نجاة، قالت لي ما ضنيتش تجي، انا نجيكم تنجري بالعكس، الله يحفظكم يا ربي والله يسخر لينا كاملين تنجريو على هاد الطعيمه بالحلال. علاش لا، نجاة واحد السيده اللي طيبه غزاله ما شاء الله عليها. لا بغيت نوريهم هذا اختي، بشحال تتبيعي هذا بوحده؟ هذا 150، 150 درهم بوحدو إعادة التدوير، راه ما تنديروهاش غير في المواعن ولا في الطلامط ولا، ها هي أنا عندي واحد جلابة سامبل، سامبل في النواغ، درت معاها هذا وكيبانت وكيبانت كيبانت فنة، أنا خديت من عندها جوج، هادو 150 درهم، هذا ديالك أنت اللي خيطتي. أنا اللي خيطت. ها هي تبارك الله عليها. هاهي جلابة كانت سامبل. ها هي القفيطين 150 درهم، ها هي قفيطين 150 درهم، شوفوا معايا هي جلابة سامبل ياك، وشوف زولي لها هذا يعطيك الخير، ها نتوما شوف هذا القفطان هذا لا تشوف غزال لا الخديمة فنة تتخدم بيدي، هذاك الشيء علاش حاسبها رخيص، أما إلا جات تحسب الخياطة وسميتو راه والله إلا 150 راه والو، ها هي 150 درهم ديريه تحت من جلابة غوج جلابة فيغ وتتجي لوك جديد عليك. أييه هاهي شكل تاني عاوتاني، ها هو في الصفر، ها هو 150 درهم. شوفوا دارت جلابه بوغدو، بشحال هاد الجليبات هادو؟ هادو 300 درهم، 300 درهم 6000 ريال. ها نتوما شوفوا ها القفطان اللي دارته، هاد القفطان تتخدمو بيديها يعطيك الخير. ها هي شوف شوفوا تبارك الله خدامه هاد الشيء غزال. شوفوا ليا الماغو ها نتوما شوف تيجي زوين ما شاء الله، ها هو شوفوا الماغو وتيجي مع الباج رائع وزوين. شوفوا ما شاء الله، شوفوا لي البلوسيال ها هو، وداك التويب سميتو هذا موسلين، موسلين اللي بغى التوب اللي بغى الموسلين كاين، مرحبا بكم. 150 تاع الموسلين هاد الجلابه، شحال دايره؟ 300 درهم، 300 درهم هادي 300 درهم، هادي 300 درهم
300 درهم. وباقي غنوريكم لي كيمونو عندها في فني. نكملوا لا فيديو. 300 درهم ها هما هادو كلهم 300. اييه اييه نجات ندوزو لهنايا. هنايا الدراري الصغار. ها هي نجات سعد خياصو التليفون ديالها هو هذا. الناس تيسولوا على التليفون. شوفوا البنيتات، شوفوا البنيتات بشحال دايره البنيه الصغار. 160 160 درهم. شوفوا لي فيها فراشه تتحمق. شوفوا لي ها هما ها هما فنين. هادو ديال البنيتات من 8 سنين، من عامين حتى 12 عام، من عامين حتى 12 عام. شوفوا لي القنيضرات هنايا. ناري ورينا هادو. هادو تيحمقوا نجات. شوفوا تبارك الله بشحال هادو كنجات. 250 درهم. والقفطان ديال 150 قسما بالله الا عجبني من نيتي غزال. هادو انت اللي مخيطاهم. ها هو اللي شريت انا، شريت بحالهم البنات. شوفوا تتبدعي اختي في الموف. هذا راه حرير، هذا لا لاسوافري. ها هو شوف ها اللي خديت انا، ها هو اللي شريت انا. دابا تشوفوني لابسه، راه ما عرفتي كي جا جاني فن تبارك الله. هاو شوفوا تبارك الله. شوف هادو قنيضرات بحال هكذا زويونين. تا هذا زوين، هادو قنيضرات زوينين. شوفوا معايا، شوفوا ليا هادو تبارك الله فنين. شوف قنيضرات زوينين. هذا هذا فن، هذا تبارك الله زوين. ها نتوما هذا ما شاء الله زويون. هذا غزال. ها هما 200 درهم هادو. 200 درهم. وهادو هادو 250. هادو 250. جبدي لينا الموطارد نشوف. شوفوا تبارك الله. شوف 250 قفيطنات والله الا زوينين. هادو هادو نجد 250. هذا في البيض 250 درهم. هذا تبارك الله. هادو بالصم تبارك الله. شوفوا لي شوفوا ما شاء الله. هادو بشحال؟ 200. هادو 300. هما فنين عامرين وزويونين. والحويجات الدراري الصغار اجيو عندها حمقاتني هذه. شوف شوفوا كيف دايره فنة. الظهر ديالها فيه الفراشه هنايا. ها هي هي هكذا قلبيها هكا. شوف تبارك الله عليك ما شاء الله عليك. ها هي نجات سعد خياسي ومولات القفيطنات ديال 150 درهم. سارعوا الله يسخر لها يا ربي والله يحفظ لها وليداتها. مرحبا بك. الله على ميزون لولوش تتبيع من انستغرام وتتخدم من الدار وما شاء الله عليها فنة. ما تحتش لي الفرصه انني نبينها لكم، ولكن تحت لي الفرصه انني نشوفها غزاله مثقفه قاريه وفنة. وليا الشرف تكون معايا ميزون لولو اللي دايره لكم. شوفوا لي شوفوا تبارك الله. شوفوا لي الكاليتي ديال الثوب. ها نتوما دي كيمونو. كيمونو ديال لونا 3 بياس داير 400 درهم تبارك الله عليك. ما شاء الله ورينا شي حويجات اخرين دايره حتى الوليدات تبارك الله. دايره لكم هذا الشيء ديال الوليدات. ربي الا ما شوفوا. شوف شوفوا اللبسات ديال الوليدات الصغار بحال هكا في هذا العيد. راه ما نساتش لكم ديال مالين عام وعامين اللي ما تتلقاوش. شوفوا تبارك الله الجليبات ديال البنينتات. ها هي بالملاقيه الراندا والثوب جوهره. شوفوا ما شاء الله. هذه هذه زوينه. شوفوا هذه شوفوا هذه شوفوا لي هذه كيف دارت ليها على رشيمه زوينه. شوفوا لي هذه حتى هي رشيمه فنه. شوفوا ما شاء الله هذه على رشيمه. ها هي جليبه بشحال الجليبات تبارك الله عليك. 200 درهم. شوفوا شحال زويونين والله يسخر يا ربي. شوفوا هنايا هادو ها هما دي كيمونو. ها هي الثوب لولا وهنايا داك التليجه. تبارك الله عليك تبارك الله. كاينه هادي ها هو تويب بحال هكذا والتحتاني والفوقاني ديالو. ورينا حاجه اخرى. شوفوا تبارك الله. وخدمتها ياك خدمتك انتيا ها انتوما. هاي هادي بالبونطالون ديالو. هاو السروال السروال داك السريول بحال هكا جا زوين مخدوم. شوفوا ليا ها هي تبارك الله تيجي بحال هكذا زويون. هنايا دوك الدبدبات ديال سميتو ما بانش ليا. وشوفوا هذا التيشيرت شدي لينا عطاك ستة. ها نتوما شوف شوفوا تبارك الله. هاو 250 درهم. 250 درهم دوك لي كيمونو سون مونش. ها هي هادي قنيضره ديال البنيه الصغيره وقنيضره ديال لا مامو. اييه اييه شوفوا تبارك الله كاينين بحال هكذا. ها هي خديمه زوينه. المهم تكو شي حاجه اللي فنه. شوفوا تبارك الله. ها هي خديمه فنه. ها نتوما شوفوا لي هنايا الثوب كيف داير جوهره وزويون.
شوفوا تبارك الله هنايا ياك، وكاين هنايا الباسي، الباسي تبارك الله هايا شوفوا ليه البيسه ديالك اللي جا وداك الشيء مأصال على حقه وطريقه. الله يسخر ليها يا ربي هنايا البيسه ديال الكليجة، حتى تخدمي داك الشيء بلدي تقليدي ديال زمان. كتعجبني لا كولتور ماروكان، حتى هادو ديال القدامين قالت لي تتعجبني لا كولتور ماروكان. شوفوا تبارك الله عندنا التقاليد ديالنا مزيونين، هادو ديال ويلا معايا المعرض بلجيكا يبغيو هاد الشيء الغزال ان شاء الله يا ربي. المعرض ديال بلجيكا ديال زينه ايفنت اللي غادي نكون فيه ان شاء الله في لو 10 لو 11 لو 12 ان شاء الله في لو موا 5. تنتمنى بحال هاد البنات يمشيو معايا حيت عندهم داكشي تقليدي 100% والفن ما شاء الله. شوفي ما شاء الله هاد النوار هادي ها هي كيفاش مخدومه، والله يسخر لها يا ربي. الله يسخر لك الله يسخر لك. شوفوا لي ها هي ميزون لولوش تبارك الله على ميزون لولوش. شوفوا دايره داكشي 100% مغربي ولا توش ديالها وبنت قاريه ما شاء الله وفنه. الله يسخر لك. شوفوا هذه ورينا هذه هكا هنايا ما كاينش. شوفوا تبارك الله هادو كم خالق الثوابت القدامين ديال عزيز عليها داكشي قديم وتتصيب داكشي اللي كان مأصل زمان. شوفوا تبارك الله دخلانيش انا غادي تلقاو ولد زاكور حدا المسجد حدا المسجد تبارك الله عليه وما شاء الله عليه واحد المأصل واحد الطيب الله يحفظه الله يسخر الله يا رب العالمين. ها انتم شوفوا لي بشحال هادو 20 درهم ما شاء الله. ها هي 20 درهم تبارك الله. ها هما كاين حتى الكاري اييه كاين تبارك الله هذا كاين ما شاء الله في الارجنتي تيجيو فنين. شتي عف الطبله ديالك وحطي وحده هنا وحده هنا وحده هنا راه ماشي بالضروره تحطي فيهم ولكن راه تيبخو تيجيو الطبله وتيعطيوها واحد المنظر فن. انا غير هذه كنت دايره فيها بحال هكا واحد الفاز وواحد الحطيطه وجات رائعه. شوفوا ما شاء الله شوفوا البرونز تبارك الله. شوفوا لي الارجنتي ها هما وخدمتهم زوينه ها هما لي سوبلا شي حاجه زوينين ياك تيقولوا لهم لي سوبلا. شوفوا تبارك الله كاين بحال هكا البيض والدوغي الناس اللي بغاو الدوغي بوحدو راه كاين. هذا تتعجبني انا هذه ها هي كاغي وزوينه هذه كانت تخرج بزاف من كان عندي المحل. شوفوا تبارك الله ها هي زوينين هادو. شوفوا لي حتى هذه زويونه ها هي بحال الشجيره هاي فنين. هنايا القلوعه شحال هاد القلوعه؟ 20 درهم. هذا 50 درهم فن هذا زوين 50 درهم. شوفوا في النوار شوفوا في البنيط شحال فيه متر و80 متر و80 على متر و80 هادو 20 درهم ها هما. شوفوا ليا ها هما اللوينات اللي بغيتو على حسب اللي بغيتو هاو ها نتوما 35 درهم هادو ها هما اللوينات اللي بغيتو كاينين هادو 20 درهم والله الا زويونين. شوفوا ديال الطويبله ديال بحال هكذا ها هي الطبله كاريه تيجيو فيها واعرين وتا الطبله دايره في هادو تتجي مزيان ها انتم شوفوا اللوينات شوفوا ديال الكوزينه بحال هكا طبلات الكوزينه وديروا فيها ها هي الطبله ديال السيجور الطبله ديال الصالون ها هي الطبله ديال البالكو. ها هو مرحبا بكم. شحال هادو 20 درهم ان شاء الله القلع كامل 25 درهم. شوفوا ليا 25 درهم وكبار هما. شوفوا على شكيلات شوفوا والله الا تيجي بزواقات مسكين زوينين. شوفوا هاد الزواقات فنه. شوفوا لي هاد الزويوقات شوفوا تبارك الله هادي زواقه زوينه هادي ها هي زويوقات زوينين اجيو اختاروا على حسب لو شوا اللي بغيتو. هانتوما شوفوا على زويوقات سامبل وزينين. شوفوا البيض شوفوا تبارك الله الباج الله يسخر لك. هادو 60 درهم ها هما ديال سميتها دونتيل 60 درهم هادو هادو 60 درهم دونتيل كاينين الناس اللي تيبغيو يديروا في الصالون دونتيل وأو ميم طو ما يديروش التوب تيتوسخ ليهم تيصفر مع الوقت وداكشي ها هو بلاستيك تتنيطوايه ساهل وتيجي زوين. هادو 70 درهم الضوغي ديالهم ها هو الضوغي وفيه اللمعه ها هو فنين. هانتوما شوفوا كيف تيجيو شوفوا في الطبله دايره كي تيجي شوفوا ما شاء الله في الطبله دايره الله يسخر لك يا ربي. هادو بشحال هادو 10 دراهم ان شاء الله ها هما بجميع الالوان ها هو ولد زاكوره الله يسخر لك. هادو 20 درهم هادو كميمسات بحال دابا جلابه جديده انا تنشدها ما تنبقاش نعلق بزاف في الماريو تيبقى داكشي معلق وتيدكس. ها انتم تنشد في البلاكار وتندير جليبه
ثلاثة أربعة وتنطويهم في هذه في 10 دراهم تيجيو زوينين وتيبقاو مطويين زوين. ديال الماكينة الغشا ديال الماكينة ب 50 درهم. شوفوا شحال اللوين، اللوين غزال. عافاك وهذا هذا 20 درهم. هذا ديال لي كوستيم ديال القفاطم ديال الجلال بغيتهم طوال. هادو 10 درهم. شحال فيها من وحدة؟ 10 ب 10 درهم، درهم الوحدة. هادو 35 درهم. هانتوما وهنايا هذا، هذا تيحمقني هذا بشحال هذا؟ 35 درهم للمتر. واعر واعر عندي في داري. وهذا هذا 15 درهم للمتر بحال بلاستيك. فين هو ديال بديل الزجاج؟ مزيان من جبتيه البنات المحمديه يعجبهم. هذا اوليو ديال الزاج كاين، هذا اوليو ديال الزاج كاين، هذا هذا بديل الزجاج. اوليو باش ديروا زاجه فوق من الطبله ولا الزاجه اللي فوق من الطبله تتبقى تخدش بالماكله وتتبقى تجمع لكم في الجناب الوسخ، كاين هذا بديل الزجاج. الثمن ديالو 130. شحال كان؟ 150 درهم. قصي فيه تبارك الله عليك ما شاء الله عليك. شوفوا لي شوفوا هذا، هذا غزل 25. هذا 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 تو زوين. هذا بشحال هذا؟ 30 درهم. دو فاس فيه، هاي فيه فاس بحال هكا. شوفوا فاس غيانا فواغ مع الاخر. هاو كاين الجديد. شوفوا تبارك الله تبارك الله. ولد زاكور واحد راه قال لي منى جبت الجديد جبت الجديد. شوفوا تبارك الله. شوفوا لي تيطور من نفسه وتيجيب الجديد تبارك الله. شوفوا هذا، هذا غزال ماغبغ. هاي افي ماغبغ. شوفوا كيف داير هي كتقول لها بحال هكا. شوفوا تبارك الله. شوفوا الفن. شوفوا هذا ما شاء الله، هذا غزال. هذا الشيء غيكون عندي في المحل، المحل ديال هشام ديال الديكور. راه حاط معاه، راه حاط معاه. شوفوا شحال واعر. وهذو هما الالوان اخويا. شوفوا تبارك الله فنين فنين. اللي عندها صالون في الكرونه ها هو الكرونه، اللي باغا الكحل ماغبغ الكوزينه ديالها ها هو، اللي باغا الصالون عندك في الغوز في الباج. شوفوا هذا كيف داير، شوفوا هذا كيف داير. شوفوا لي بشحال هادو؟ فن 50 درهم متر ونص على متر وربعين. تبارك الله عليك. ويمكن لكم لا عندكم كبر يقطع لكم. ها هما شوفوا الكبار، شوف شوفوا الجديد. شوفوا تبارك الله. شوف شوفوا الكحل ما بغيت. تبارك الله على عبد الواحد حدا المسجد عبد الواحد بديل الزجاج. راه جابوا هادو تبارك الله كتب ديال مؤسسه الاعمال الاجتماعيه للتعليم، اللي تنقول لهم شكرا شكرا للمدير الله يعطيه الخير. فرع المحمديه هنا اللي جوي بثمن رمزي، ثمن رمزي. دخلوا وليداتكم يلعبوا. كاين تبارك الله ها هي واحد ليسباس كبير فين يجلسوا الرجال ديالكم، فين ياخذوا كافي، وحتى داروا الفطورات دابا. الفطورات بثمن مخير ما شاء الله. وليسباس عجبني ديال اللي جوي، بعدا نجيب ولدي ونبيع مع راساتي. وتبارك الله على الخضوره وما شاء الله على الناس اللي مشرفين على هاد البلاصه هذه تبارك الله عليهم. عند عبد الواحد نمشيو نيشان ان شاء الله. هي عبد الواحد جا في الراس. هي نيشان كاينه، هند كاينه، تبارك الله نجاة سعد كرياسيون كاين تبارك الله، الناس بزاف. وكاين ليسباس اللي رائع، هي اسباس زوين تبارك الله. مرحبا بكم. شوف غندخلو نيشان تما ان شاء الله ونشوفو شكون اللي باقي، وغدا نكمل لكم النصف الاخر. مرحبا بنات الخير واجيو عندنا وشوفوا التعاونيات راه هما تما، التعاونيات تما. وهي الاقتضاض باقي كاع ما درنا الفيديو تبارك الله ما شاء الله. الله على سامون، سامون تبارك الله بنت وجده وجديه ما شاء الله معانا. وتحيه للنساء الفنات اللي دائما حاضرين. سامون تتصيب الروايح، تنقول لك مولات الروايح. الله يسخر لك ما شاء الله على سامون. الله يحفظك، نورتينا مول الضحكه. الله يعطيك الخير تبارك الله على التصوير الواعر ديالك والممتاز. شكرا لك. تنتمنى هذا الشابيتو ان شاء الله دير لنا فيه شي تصوير رائع، لانه مغربي 100% تبارك الله. الله يفرحك. وما شاء الله هانتوما شوفوا الديكورات الفنيه. انا درت قلت ناري غادي نبدا نشري تما، كاين الفخار وبماء الذهب ياك شي حاجه كلاس. وهنا كاينه صامون اللي عودتنا على روايح رائعين. فين هي البودر ديال ديال الزرابي؟ سالس غدا نجيبها ان شاء الله. البودر ديال الزرابي بشحال دايره ليها؟ 35. 35 الزربيه ديال الصالات والزربيه ديال الدار ديال الناموسيه الاهات الطوموبيل الصبابط حتى هما تبارك الله عليك. كنديروا لهم لابودر كنخليوها شحال ما خليناها مزيان، من بعد كندوز شي لاسيغاتور. اللي ما عنده سبيغاتور دوز شطي طيبه. اللي عنده شي زربيه لون كليغ بلون كاسي يقدر يفشها ويخليها. تبارك الله عليكم. هذه بودر شي حاجه ريحتها غزالة
ديالها تتنيطوا يديك الريحه اللي عندنا ما زويناش ديال الرجيلات وداكشي. الا جاو عندك ضياف ولا جاو عندك وليدك ولا دي ماشي عيب تدوزي شطيطيبه ديري لا بود خليها واحد ربع ساعه وعاودي شطبي ولا ديري سميتو تتبقى رائعه. جبنا ريحه جديده ديال الزعفران والعنبر. تالي وين؟ تالي وين زعفران تالي وين مع العنبر. تبارك الله عليك ديما الجديد. ولكن شوفي قفطان فين هي قفطان؟ قفطان ما شاء الله اروع هذه غزاله زوينه غزاله. كافطون هي اون ريبتور بقات فيها غير صغيره ولكن كميه جد محدوده. هذه جلالبك ديال العيد رشيها فيهم جليلبات قدام رشيها فيهم. هادو روايح صامون. هاد السيده معروفه تبارك الله كاينه في بن عمر في سونتر بن عمر في المعارف عندها ليسباس ديالها خاص بها. كاين عطور ديال القصه هادو معروفين ودايرين دابا طوندونس معروفين بزاف وغاليين في لوريجينال. حنا جبناهم لي تخوا فيرسيون لا لونا اون ريبتور حتى هي غادي تكون. هادو كاينين ديسكو تبارك الله عليك عافاك الريحه ديال الحمام وريحه ديال الدار والفن تبارك الله ديال الفن. وريهم لينا ها نتوما كاين الزهر. هذه رائعه شاور. اييه نلقى حتى هذيك ياخذوها بزاف شاور ديال أيه. وديال الفوطات ديال الصابون الفوطات فوالا. اييه اللي بغى شي حاجه ديال لو لانج كتجيب الحوايج من الحبل اييه تشري لهم هادو بحال مصبرهم بشي برودوي غالي وفريمون كيلصق في الحوايج. تبارك الله عليها كاين ريحه العود عندها خطيره تنديرها في الصابون ديالي تتشمي بحال راكي مبخره لان الولد ديالي ما تيبغيش ليا داك ريحه البخور القاصحه. وتبارك الله كاين عندها ريحه زوينين عندها هذا دي زوي ايسونسييل ريحه النقا دي زوي ايسونسييل بشحال دايره ليهم؟ 60 درهم دي زوي الاساسي. هادو بشحال دايره ليهم؟ هادو ابتداء من 40 درهم ان شاء الله يا ربي. هادو ديال الجسم ديال الجسم فيهم عطور بزاف والعطر اللي بغاو كنصاوبوه بشحال دايره ليهم؟ 40 درهم. تبارك الله عليك ما شاء الله على صامون. وشوفوا لي شوفوا لي تبارك الله بشحال هاد الديفيزور هذا؟ هذا ماشي ديفيزور هذه ساعه فيها ديكوراتيف ولكن بارده بحال شوميني بحال شوميني كتحط في البيبليوتيك في البيرو. شوفوا تبارك الله شوفوا ما شاء الله الله فنه بشحال هذه؟ هذه 220 درهم. والله لا رائعه رائعه واش ممكن نهزها؟ خفيفه خفيفه بانت لي ثقيله. شوفوا خفيفه تبارك الله وزويونه منظر زوين والله يسخر لها. فين هما لي ديفيزور ديالك؟ سلاو تبارك الله تبارك الله. شكرا الله يحفظك صامون. من البيت مع امينه واحد اليوتيوبرز معانا لنا الشرف وصوري لنا ان شاء الله. شوفوا تبارك الله تنظيم البيت مع امينه. فين عندك المحل؟ تبارك الله عليك وباقي غادي نجيو للمحل ان شاء الله وديري لينا شي محل معتبر. عيمين درتي هذه الخطوه الاولى وبهذه الطريقه هذه وبهذا الفن هذا اللي حاطه راكي ما شاء الله عليك راكي تنظيم ديال بصح. وشوفوا لي شوفوا لي شوفوا لي الزين. شوفوا اللي بغى ياخذ الكاطو ويحطو في حطيطات فنين. شوفوا ما شاء الله بشحال هادو حبيبتي؟ هادو كيمشي اونصومبل 260 اللي بغى هكا كل حاجه بوحده كاينه 50 60 70 80. تبارك الله على امينه التليفون هو هذا. ها هما العيالات ها انتم شوفوا ما شاء الله هي من دارها دايره ما شاء الله هذا الشيء رائع. وان شاء الله يا ربي ادير في شي محل زوين الله يسهل لكم يا ربي. شوفوا شوفوا لي هادو بشحال دايرين؟ هادو 170 170 بثلاثة. هادي هادي دايره 95 هادي 50 درهم. تبارك الله فنين هادو ب 50 درهم والله الا فنين الله يسخر لك. فيهم بريواش بكيات تمر حلوه دابا ماكارون موجود الخير هنا. ديروا العسل ما شاء الله ديروا املوا خذوا لي من عند التعاونيه ترى جايين من بني ملال التعاونيه. وتعاونيه جايه من تفتاشت من الصويره وتعاونيه ديال عروش النحل جايين من مكناس ضاربين الطريق باش يحطوا في المحمديه باش الساكنه تشوف هذا المعرض. مرحبا بكم وباش نترزقوا في الحلال. شوفوا لي الفن بشحال هذا؟ هادو كاين 35 والله الا واعرين الفنين. شوفوا تبارك الله هذه المبيخره بشحال عامله؟ 80 درهم. هذاك هذاك البراد بشحال داير؟ هادو كاين 110 وتيطيبوا فوق العافيه. فوق شوفوا ديك الصوينيه الصوينيه الضوغي بشحال داير؟ 70 درهم. وهذه البابلز عندي في داري بشحال دايره هذيك البابل؟ 125 ما شاء الله عليك تبارك الله. شوفوا هادو العطريه بشحال هادو؟ هادو كديري 150 وهادوك لي كاري 240 درهم ما شاء الله عليك. ولي فاز لي فاز بشحال دايرين؟ كل حاجه وثمنها ثمنها 210 هادوك 160. ما سخيتش بك ما سخيتش بك ما سخيتش بك والله يسخر لك يا ربي. كاينه حداها واحد الفنه اهلا ما شاء الله عليك تبارك الله. هذه مولات نضيضرات نهار درت واحد نضيضرات مريم درتهم وصورته عند واحد السيده تقول لي الو منى راه ماشي دياولها راه دياولي راه انا اللي تندير. لا ما تقلقتش بالعكس هذاك رزقك عادي غير الرزق بيد الله. انا والله ما ظنيتش عطاتني السيده بحالهم ولكن اختي ميشا مصيباهم هذا
هما هادو بشحال هادو؟ هادو 130. هادو 130 درهم تبارك الله عليك. جوهر ولا لا؟ ما شاء الله عليك. بالنسبه لي سوتواغ سمحوا لي الله يحفظكم. اي سوتواغ. اييه شوفوا تبارك الله. هادو ديال ملاكات. ما شاء الله. هذا حجر الشمس. تبارك الله عليك. شوفي هذا فيه الجوهر حتى هي حاجه جديده. الفن تبارك الله. شوفوا شوفوا تبارك الله. اختي ميشا تبارك الله مبدعه وغزاله. غير قال لك احب ليه اخيك ما تحبه لنفسك. داكشي علاش انا الله يعطيني على قد نيتي. والله يفرحك وتبارك الله هادشي عندك رائع. وشوفوا لي شوفوا لي لي بوكل كيف دايرين. شوفوا تبارك الله مخدومين باليد. شوفوا تتخدمي بيديك باليد هادشي بالجوهر. هادو بيديك هادو باينه كرياسيون فنين ما شاء الله عليك. ها هي كرياسيون ديالها غزال. شوف وتا الحطه تلعب دور كبير باش الانسان يكون ذواق ويحط بهذه الطريقه راه ما شاء الله. شوفوا تبارك الله نوفيل كوليكسيون باقي كاع ما حطيتها. ما شاء الله عليكم هذا الشيء كامل تبارك الله. والاثمنه راه جد مناسبه تبارك الله على اختي ميشا اللي عندها الفن. شوفوا لي الخويتمات دارتهم جاو رائعين زويونين. شوفوا لي تبارك الله هادو هانتوما رقاق وزوينين. انا باقا ديالك ديال البيضره تنديرها ويسولوني عليها لان بالجوهر الحر وداكشي مخدوم بواحد الحب كبير لان هي راه ما شاء الله عليها مثقفه. راه تبارك الله البنات اللي معايا هنا راه كلهم ماستر وكلهم تبارك الله قاريات وكلهم في الناس. ولكن هذه كهوايه راه معنا طبيبه طبيبه تبارك الله اللي تتقري الاطباء في الميليتير وما شاء الله عليها وحاطه ودايره العود سميتها مينيكو وتنفتخر بها. راه معنا ناس اللي حاطين ماشي حبا حاطين حبا في هذا الميدان هذا. الله يسخر البنات بلادي كاملات والله يطعمهم من الحلال. وكاينين الناس اللي هذا هو قوت يومتهم يومهم هذا الشيء اللي كاين. شوفوا هادو دي براسلي نوفيل كوليكسيون ما شاء الله عليك يا ربي يحفظك. وراه انتي زوينه انتي زوينه تجيبي الفن تبارك الله على غنيمه احسن منقبه معانا فن غنيمه. كوسميتيك تبارك الله على كاريزما كوسميتيك وما شاء الله علاش الجديد بان لي الجديد اختي بان لي كسكسو تهرب القمح بالعشو هذه غزاله. شوفوا شوفوا كسكسو ديال القمح بشحال كسكسو هذا 15 درهم وانا الاولى غادي نشري من عند كاريزما الله يسهل عليك. امي تتحمق على كسكسو ديال القمح. امي انا نجيب لك هذا ها انتوما تبارك الله عليها. هذه التبريمه تبريمه الصحراويه هذه بالنيله كتخلط مع الحنه ولا مع الصابون البلدي. كاريزما كوسميتيك معروفه بالكحل البلدي الرائع الحار والحلو. ما شاء الله عليك انت الاصول ديالك من الصحراء وتبارك الله على ناس زاكوره هنايا. اييه اييه هذا اللي تنديروا لكم سيروم الناس اللي فيهم الحساسيه من الاحسن ما ياخذوهش ما يديروش غير عيني. الله يسخر الله يسخر يا ربي. بالنسبه لهادو هذاك الكوماج مقشرات ديال هذا ديال لويزه اللي تيقشر لينا ليديدات تنديروا ليديدات. هذا رائع هذا رائع هذا انا دايره رائع زوين. بالنسبه ديال لا فيتامين سي بلو هذا بزيت اللبن ومقشر ديال الفيتامين سي. هذا هذا رائع هذا ديال لويزه جربوه اجيو عندها هو الطاس ديال ليكم تجربوه واعر عند كاريزما تبارك الله. كاين عندك الماد الورد القطره القطر البلدي هذا الماد الورد العوينات الوجه وحتى ذوك التجاعيد. هذا ماسك ديال الشعر انا تنصح به البنيات اللي ما تيقدروش يمشطوا لهم والديهم شعرهم كثرت بانهم جعد ولا مخرص. ماسك واعر هذا ماسك واعر زوين ديال الشعر زوين لبنياتكم تبارك الله. تنديروا الشعر ديالي قبل الحمام ساعه حتى لساعتين وتنغسل الشعر ديالي كيحيد جنيتي فهاد الشعر. الشعر اللي تيكون ناشف ولا متضرر بالصبايغ ولا لابلاك هذا كيصحيح زوين. بالنسبه لهنايا ديودوغو ديودوغو عافاك عافاك ديودوغو هي الاولى تتعجبني ديودوغو ديالها حيت ماشي بودر ديودوغو كريم كريم. هاي شوف شوف كريمه تبارك كريمة. الله فنه هذا في نفس الوقت تتفتح لينا المناطق الحساسه. جوج بشحال برومو ديال جوج 100 درهم ان شاء الله 50 درهم الوحيده. لويزه فاني كوكو وفيتامين سي ديودوغو ناتوريل خاليه من الالومنيوم خاص ليا من اي حاجه هنايا تبارك الله زويتات كاملين بالبارد تبارك الله عليك. بالنسبه للبلاش ها هو كاين بلاش بالاس بي اف تقدري ديري بالنهار بلا فيتامين او في نفس الوقت بالاكستري ديال الكامومين يعني في نفس الوقت الصور في نفس الوقت. وهنايا جبتي من عند التعاونيه العسل ديال التعاونيه تبارك الله وكاين الحصى
النحسه الصحراويه اللي تتغلط فيها شيء بزاف الحسه ما عندناش فيها كونتيتي بزاف. الله يسخر الله يسخر تبارك الله. عندها انواع العسل الزقوم, عندها تبارك الله الخروب. الله يسخر تبارك الله على كاريزما كوسميتيك. الله يسخر لك.